ثقافة الزحام ابتدت تظهر، وعمران بلا هوية. الموضوع بيبان في أقصى حالاته بقى لما بيتظهر الاستغلال الجائر وغير الرشيد للأراضي وفقدان مفهوم السكن. لا يمكن ده الشارع اللي في النص ده شارع اسمه شارع البنك في المنصورة، لا يمكن ده يكون مسكن. جاي السكن على فكرة من كلمة سكون، هدوء. هنا ده لا يمكن، ده تجاوز لكل القيم الإنسانية للعمران وتشويه بصري سعيا وراء القيم. على المستوى الفرد المجتمع بيخسر، الشارع بقى باركينج، الأنشطة السكن مع العيادات مع المصانع مع الورش كله مع بعضه، فيش أي قواعد ولا نظم بيتم الرجوع إليه. وسعيا وراء المظهر الزائف ده تم إهدار كثير من الأراضي الزراعية، سعيا وراء القيم الزائفة إنه متخيل إنه ببناء هذا المبنى هيجني كل العوائد الاقتصادية اللي ممكن كانت جات من هذا المكان، وفي الآخر بينتج أنا بقول مبنى لأن ده مش مسكن، مبنى مهجور غير مكتمل وبيفضل كده سنين كتير موجود على حاله. ده ما بيحققش الحق في السكن لأن ليس له تأمين للحيازة، لأن ده مبنى مخالف ما عندوش مرافق. فلما نحط السبع عناصر ما بيتحققوش هنا، كانوا بيتحققوا في القديم. أو إن إحنا بنروح للمظهر الآخر وهو النمو العشوائي بالطابع الريفي على الأراضي الزراعية بهوامش العمران الحضري، ويبقى عندنا عمران حضري مشوه محاط بمجموعة من المباني بيعمل أهلها في وظائف هامشية، مش هم في رقبتنا، ولازم يكون لينا تدخل كدولة عشان نوقف هذا النمط من النمو غير الموجه.